وحول العملية الجديدة ينضم إلينا مراسلانا من اسطنبول أعلام صبيحات ومن أربيل صهيب الفهداوي. أرحب بكم زملائي. أبدأ من عندك أعلام من اسطنبول، تابعنا إذن وزارة الدفاع هذا البيان اللي خرج عنها هذه العملية الجديدة، لماذا الآن في هذا التحديد في هذا التوقيت تحديدا، وهل عرفت أي تفاصيل عن مداها الزمني أعلام؟ طبعا بموضوع المدى الزمني لا يوجد في أي عملية عسكرية تركية تحديد للمدى الزمني، هذا يشمل ما يتعلق بشمالي العراق أو بشمالي سوريا، هي مفتوحة حتى استكمال أهدافها كما يعلن الجانب الرسمي التركي. بحسب البيان الذي صدر عن وزارة الدفاع التركية، هو أعلن أولا إطلاق هذه العملية رسميا، وهي كما أسماها عملية المخلب النسر 2، بمعنى أن كان هناك عملية في الأشهر الماضية باسم المخلب النسر 1 في شمالي العراق، وكانت أيضا عمليات أخرى بمسميات المخلب النمر 1 و2 و3 في مناطق متفرقة في شمالي العراق. الهدف الرئيسي من هذه العملية بحسب ما قالت وزارة الدفاع التركية هو حفظ أمن الحدود أولا، وثانيا التخلص من خطر المنظمات الإرهابية تحديدا حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق على الأمن القومي التركي وعلى يعني الدولة التركية بشكل عام، على اعتبار أنه يشكل خطرا على الأمن القومي التركي بحسب ما جاء في البيان، وأنه أيضا بحسب البيان من الدفاع التركية يأتي في إطار الدفاع عن النفس بين قوسين في وفق القوانين الدولية وبما يتناسب معها. وقال إنه تم استهداف مواقع جديدة لحزب العمال الكردستاني في منطقة قارة تحديدا في شمالي العراق في هذه العملية التي أطلقت اليوم وستتواصل في الأيام والأسابيع القادمة بحسب ما قال البيان. إذن علام هي تعطي الحق لنفسها في شن هذه العملية، لأنه حسب البيان هي تقول إنها تستند في هذه العملية على حق تركيا في الدفاع عن نفسها. لم أسمع السؤال جيدا. بخصوص البيان، بيان وزارة الدفاع تقول أنه من حق تركيا الدفاع عن نفسها حسب كل الأعراف الدولية في ما يخص الدفاع عن النفس، إذن هي لا تريد مراجعة من أي جهة دولية فيما يخص شن هذه العملية علام. إذا كنت قد سمعت بشكل جيد، الجانب الرسمي التركي يقول إنه سينفذ العمليات العسكرية سواء داخل حدود تركيا أو خارج حدود البلاد بما يشمل شمالي العراق وشمالي سوريا، سواء بالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة إربيل أو بدون التنسيق إذا ما حدث خطر على الأمن القومي التركي. ومن هنا تستند أنقرة في عملياتها العسكرية في شمالي العراق المتواصلة عمليا منذ مدة طويلة جدا، سواء بعمليات بقصف جوي أو بقصف مدفعي أو حتى بالتوغل داخل الأراضي العراقية، وهي العمليات التي تنتقد على الدوام من الجانب العراقي سواء من الحكومة المركزية أو من أطراف أمنية وعسكرية أو من أربيل في نفس الوقت لهذه العمليات التي تقول إنها يجب أن يعني تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية. دعنا إذن علام نتحول إلى السيادة العراقية أربيل للتواصل ومعرفة ردود الأفعال هناك من صهيب الفهداوي. صهيب، إن كان هناك أي ردات فعل على هذه العملية الجديدة، ولماذا هذه المنطقة في هذه العملية منطقة قارة العراقية؟ حقيقة سينار، كما هو معتاد لا يوجد أي ردة فعل لا من حكومة الإقليم هنا في أربيل ولا حتى من الحكومة العراقية في بغداد. عادة هكذا عمليات تنفذها تركيا في مناطق شمال العراق لا تشهد أي رد رسمي من قبل الأطراف العراقية سواء في الإقليم أو في بغداد، ولكن دعيني أتحدث عن طبيعة المنطقة التي تنفذ فيها القوات التركية أو أعلنت بأنها ستنفذ عملياتها فيها. المنطقة لا تختلف عن باقي المناطق التي نفذت فيها تركيا عملياتها، خاصة أنها منطقة جبلية وعرة غير مأهولة بالسكان. تقول تركيا بأن عناصر حزب العمال الكردستاني يتواجدون فيها ويتخذون مقرات لها. جبل كارا يتبع لمنطقة العمادية وهي جزء من محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان العراق، وهذه العملية فعلا بدأت مساء أمس بقصف في هذه المناطق نفذته تركيا، وتسمية عملية مخلب النسر كما عهدناها في السنة الماضية
كانت تقتصر على تنفيذ ضربات جوية واستطلاع ومراقبة للمناطق بشكل عام. ما يحدث على الأرض أن تركيا تقول بأنها تقاتل عناصر حزب العمال الكردستاني وتحاول إبعاد خطرهم عن الحدود التركية، ولكن ما يحدث على الأرض بأن تركيا هي تقوم بإنشاء قواعد ومعسكرات ومقرات وثكنات على طول الشريط الحدودي وبعمق يتجاوز أكثر من 30 كيلومتر داخل الأراضي العراقية. وعلى ما يبدو العملية الجديدة هي تمهد لتوسيع أكبر لعملياتها وسيطرة أكثر على مناطق في داخل الأراضي العراقية. وسبق هذه العملية تهديدات واضحة من قبل الرئيس التركي بأنه سينفذ عملية في مدينة سنجار وهي أقصى شمال غرب العراق، وهي منطقة استراتيجية وتتمتع بحدود مع سوريا ومع تركيا وتقع في مثلث حدودي. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من أربيل صهيب الفهدوي، والشكر موصول طبعا لمراسلنا من اسطنبول علام صبيحات.